اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وبرنامج اسرار وحكايات. النهارده هنتكلم معاكم في علم جديد اسمه علم التاروت، وطبعا ناس كتير ما تعرفوش. هنكون معاكم النهارده مع عالمة الفلك دكتور بشاير. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، وطبعا اساسي معايا زميلتي نورة السيد. صباح الخير اعزائي المشاهدين. طبعا دكتوره مدام بشاير هتعرفنا على اهم برج. هي طبعا كل الابراج مهمه، هتفيدنا النهارده بعلم التاروت. ممكن تقول لنا برج حابه تتكلم عنه؟ في برج القوس، لان ده لسه ما اتكلمش عنه خالص. طب ممكن تعرفوا لنا؟ اوكي، بالنسبه لبرج القوس انا هفتح عليه بالتاروت النهارده، طبعا عشان ايه مش كل الناس عارفينه في مصر، ويعني يا رب كده اعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله. برج القوس يا جماعه كان عنده السنه دي انفصال، عايزين نتكلم عن المشاكل اللي هو مر بيها. كان عنده انفصال السنة دي، وكان عنده بيئة جامدة جدا مادية، مالية مادية في المادة، على أساس إن هو ظروفه ما كانتش سامحة إن هو يقضي كل الالتزامات اللي جدت عليه. بعد ما كان في كام حاجة في حياته كده دخلوا فجأة، بس هو الحمد لله بدأ يقف على رجليه بفضل ناس جنبه بتحبه من أهله واصدقائه. برضو على فكره هو محبوب، بس هو كان عنده النفسيه مش حلوه قوي، كانت متدمره، برج القوس عفوي. عفوي، وفي نفس الوقت لو حد عصبه يستحمل، لان هو على قد ما بيستحمل. على فكره هو نفسه عزيزه جدا زي برج الثور، ما بيتكلمش مع اي حد في كل مشاكله، من نوع الكتوم جدا، لغايه ما بيفيد بيه ممكن ينهار، بس بيبقى على حساب نفسه مش على حساب يعني الاخرين. هو برج هادي، برج هادي وكتوم زي برج التور، بس هما الاتنين في العصبية لما بيفيد بيهم، وما بيحبوش يبقوا قدام حد، نفسهم عزيزة جدا، فبتبقى عندهم المشاكل، ضغطهم نفسيا ما بتطلعش على حد قد ما هما نفسهم اللي بينهاروا. عموما هو برج القوس عنده ارتباط عاطفي، بس الايام الجاية مش دلوقتي، لان هو كان مختار شخص ما يناسبلوش خالص. كان منفصل عن شخص تعبه نفسيا جدا، فيهم اللي فيه رجوع بس مع التغييرات، يعني في شخص هيرجع، في جزء هيرجع بعد ما الشخص ده هيتغير، او اللي كان شريك حياته هيتغير، او الحبيب، وفي حد رافض تماما من بعد المآسي اللي شافها، لان مفيش حاجة اتغيرت، يبقى الوضع تمام. على ما هو عليه. ايه اكتر الابراج بتناسب برج القوس؟ برج القوس الابراج الناريه اللي هي الاسد والحمل، دول حلوين قوي ليه، بس الحمل بيكون له مزعج، لانه هو اهدى من الحمل وبطيء شويه، والحمل على طول عصبي وعلى طول نيرف، فعايز حد يكون اهدى شويه من القوس. توقعك ايه النهارده لبرج القوس؟ برج القوس عنده حاجات كويسه وعنده ارتباطات، بس هو رامي حموله في شغل جديد، رامي فلوس كتيره ومجهود، فقلقان. انا بقول له اصبر شويه، لان هو بيعاني من حته ان هو يفشل، لا ربنا هيكرمه ويوفقه على قد الصبر بتاعه وعلى قد المجهود اللي هو بيعمله، بس الحاجات دي هترمي ثمارها لسه على اخر السنه، على اول السنه الجديده، مش دلوقتي خالص. اخر السنه كمان مش هيكون الثمار اللي هي، بس هيكون واقف على ارض صلبه شويه، لان هو ابتدى دلوقتي يثبت وجوده في المجال اللي هو فيه. بالنسبه للماده والفلوس، ان هو يبقى عنده فلوس من الحاجه اللي عملها دي، لسه يستنى شوية على مثلا شهر 3 أو 4، هتبقى الدنيا أحسن معاه. بالنسبة للمشاكل، هو مر بمشاكل كتير على فكرة، هو عايز يرفع دعوى قضائية على حد، أو عايز ياخد حقه من حد، فأنا بقول له ما تتبطئش حقيقي ما تتبطئش، حقيقي وحاول تاخد حقك، لأن أنت بما أنك مرة واثنين وثلاثة اتكلمت بالمعروف ومفيش فايدة، لأن الناس دي مش هتجيب لك حقك بالهدوء اللي أنت فيه، لا ابتدي وهتاخد حقك، دي حاجة. تاني حاجة أنا بقول له أنت بقيت أقوى، استمر، لأن النفسية عندك بدأت تستقر بعد ما كانت ناس هدماك ومخلياك منهار. صحيح المسؤولية كبيرة عليك، لكن ربنا يعني هيبعت لك العوض، وهيرضيك باللي في إيدك. يعني هو دلوقتي متحمل مسؤولية كبيرة جدا، لا أنت إن شاء الله هتشوف نتائج خير، وبدأت الزرعة بتاعتك هتنجح وهتبقى كويسة، أنت مش هتتخذل تاني، الإحباط والإهانة والذل اللي كنت فيه هما خلاص راحوا، هو فانا بقول له اقف على ارض صلبه بقلب جامد.
هو برج بيفكر بعقله ولا بقلبه؟ هو كان بيفكر بقلبه، قلبه جابه ورا، فبدأ دلوقتي يبقى عملي وبدأ يخش في مشاريع وحاجات ما كانش عمره فكر فيها بفضل ناس أخدت بإيديه، فبدأت الدنيا تبقى معاه كويسة. فأنا مش عايزاه إن هو يتراجع تاني، لا أنا بقول له كمل، لأنه هو ساعات بيحبط جدا، بيعيط قوي، بيحزن قوي، لأنه مش عارف نفسه رايح لفين. لا أنا بقول له أنت هتروح لحتة كويسة جدا، هتاخد حقك، الدعوة القضائية دي في ناس واقفين في ظهرك، مش هياخدوا مبلغ زي ما أنت متخيل، لأن هم هيقدروا الظروف اللي أنت فيها في الوقت الحالي، بس أنت بعد كده أنت نفسك في بيت جديد وهتجيبه، اصبر شوية. يعني هيجيب بيت جديد كمان؟ هيجيب بيت جديد، وهو اصلا دلوقتي عايش في حاجه لا هي نفس المستوى ولا قادر يتاقلم فيها. انا بقول له اصبر حبه، المشاكل اللي انت فيها طالعه، بس لازم تاخد حقك في الفلوس اللي انت سايبها او في الناس اللي هم واكلين حقك وهاضمينه، دول مش هيجوا غير بدعوه قضائيه، انا باكد ده، ومش بقوم حد على حد يا جماعه، لا انا بقول علشان كل واحد يعرف دنيته فيها ايه، لان هو حرام يعني من داس جدا، والناس اللي معاه مش فاكرين ان هو مسالم، لا فاكرين ان هم الاقوى. هو على فكره معاه ربنا قوي كمان، لان هو مش مؤذي، هو حرام، هو بيحتوي كل الناس وبيبلع لناس كتير وبيعدي حاجات كتير، بس هو نفسيته يعني دلوقتي احسن، بس كانت متدمره، متدمره قوي يعني. ايه اكتر حاجات تقوي برج القوس؟ اكتر حاجات ان هو ينتبه لشغله ويقف على الارض صلبه زي ما بدا، لان كان في ناس بتحبطه ومحسسه ان هو ولا حاجه وان هو هيفضل كده مدى الحياه، بالعكس هو ما فارقهم، دنيته بقت حلوه، في حب جديد داخل حياته. برج الجوزاء مع برج القوس ما يمشوش مع بعض؟ برج الجوزاء وبرج القوس لازم يبقى في تنازلات من الجوزاء، لان الجوزاء كل ساعه في حال، بس القوس يقدر يحتوي، فممكن يبقى حاجه كويسه مع بعض. هو طب وعلى توقعك؟ فكرة هو كل قاعدة ليها شواذ، يعني ممكن برجين ما يبقوش متفاهمين أبدا، لكن في الحياة العامة والخاصة ممكن يتفقوا، زي ما في أبراج ممكن تتفق في الشغل ما تتفقش في الجواز، اه. ممكن تتفق في الصداقة ما تنفعش لا في شغل ولا في جواز. والميزان مع الأسد؟ الميزان والأسد حلوين قوي، لأن عموما الميزان بيتفق مع الأبراج النارية، إن كان حمل إن كان قوس إن كان أسد، ممكن كمان مع الثور، بس الثور بيبقى مجهد منه قوي، لأنه هو من النوعية اللي عايز حد يشيله ويحركه في أغلب الأحيان، بالذات لما يكون هو مقبل على حاجة ومش عارف يخطي برجله اليمين ولا بالشمال، يبقى متردد. طب السرطان والحمل؟ السرطان والحمل حلوين في حالة واحدة، لو الحمل يعني بقى هادي شوية معاه، لأن السرطان رومانسي وعقلاني جدا وهدوء في تصرفاته، او بيحب ان هو ايه ياخد الدنيا واحده واحده، لا الحمل متهور، بيخش كده بجراءه، ويا صابت يا خابت انا اللي هتحمل النتيجه، فانا هخش بقلب وكده كده انا اللي هشيل. الجوزاء مع العذراء؟ لا هو الاتنين صعب جدا، لان العذراء الايام دي بيدور على حاجه في نفسه مش لاقيها، وهو مش محتوي، يعني هو مش قادر لا يحتوي نفسه ولا يحتوي الاخرين، هو بيدور على حد ياخد بايديه. والجوزاء نفس النظام، بس في حد دخل حياته بيحاول يغيرها، فالاتنين كل واحد في حته عايز حد ياخد بايديه، بس هما لو قعدوا صحاب او دخلوا شغل او حاجه ممكن ينجحوا. طب والقوس والجدي من جهه العمل؟ القوس والجدي حلوين قوي في العمل، لان القوس بيحب يتحرك ويروح ويجي، بس عايزين حد بقى ايه يحط لهم قواعد، يعني لو في مثلا انت هتعمل كذا وكذا وكذا وانت كذا، اوكي هيمشوا عليها، لكن لوحدهم الاثنين هيغرقوا بعض. طب والقوس والقوس؟ القوس والقوس حلوين، بس في الشغل لا. الشغل والجواز؟ لا لا لا، والجواز الجواز متفاهمين جدا، كويسين بس مع ده برج بعض. ناري وده برج ناري. اوكي ما هما بصي القوس والقوس بيحتووا بعض، بس ممكن يبقى فيه ايه حتة شد ورخي كده، بس هو فيهم حد بيبقى غيار قوي، مع ان الاتنين برج واحد، وده في الغالب في الرجالة، وهو عنده نسبة الشك اعلى دايما، هو والعقرب عندهم نسبة الشك صعبة قوي. طب القوس والسرطان من جهة الصحاب؟ القوس والسرطان لا كل حد في ناحية، السرطان عقلاني جدا فدايما صحابه بياخدوا نصايحه وكده، القوس ليه صحاب كتير قوي وليه حبايب كتير قوي، بس ما بيحبش اللي مستلمه ال 24 ساعة،
يعني بيحب بس هو خلاص اعطاك نصيحة اعطاك اتنين كده، لان هو عنده مشاكله كمان وعنده اللي مكفيه. لكن السرطان ممكن ان هو يسمع لك الى ابعد مدى وفي وقت معين برضه. والحوت مع الأسد، إيه الحوت مائي والاسد ناري ممكن يحتووا بعض، مائي مع ناري كويس جدا. إيه مش في كل الابراج، بس هو عشان الحوت رومانسي والاسد عايز يشوف نفسه وما اعرفش ايه وكده، فهو ايه بيحب الشخصية الجامدة. بس لو لقى متغطرس وما حاولش ان هو يقدم له مثلا الحب او الحاجات اللي هو مستنيها منه، اكيد يعني مش هيكمل معاه. بس في حوت مع اسد حلوين قوي مع بعض. هو ممكن تكلمينا عن برج اسمه برج حامل الثعبان؟ برج جديد، حلوة. البرج الجديد اللي اعلنوا عنه وقالوا برج حامل الثعبان اللي هو ال13 تقريبا. لا هو بصي هقول، هو حامل الثعبان ده حاجة تعتبر يعني مش البرج اللي هو ده جادد على جميع الأبراج، فاهمة قصدي؟ هما حاجة اختراع، يعني مش بمعنى من إنه ضمن الأبراج. بيحمل كل الأبراج. إن مثلا إيه، هو الثعبان ده بعيد يعني نظام أفعى، كويس؟ تمام. الأفعى هتبص تلاقي العقرب في الديل بتاعه سم، كويس كده؟ الأسد هتبص تلاقي برضو في لدعة من وقت للتاني بالغموض بتاعه، فاهمة قصدي؟ فده بيبقى ماسك مجموعة أبراج معينة. لكن هو كبرج محدد لا، زي ما بيبقى في برج الصين يعني، في برج المعزة وفي برج الأرنب في برج الفار. تمام. طب برج العقرب، عشان اختي بس ما اروح لها، برج العقرب مع القوس. العقرب مع القوس، انتوا اخوات اكيد. بصي العقرب حلوة قوي لما بيكون مش مودي، لان هو الصبح بطبع الظهر بطبع العصر بطبع، هو ده برج العقرب. لكن هو عموما يتعاشر، هو حنون. طيب بس هو عيبه في حاجه، تقدريش تعرفي ايه اللي في دماغه، ما مش فاهماها. تقدريش تعرفي ايه اللي في دماغه ليه. هو ممكن يحبك جدا بس ما تبقيش عارفه ده حبك ولا كره، ويدافع عنك باستماته من وراكي اكيد قدامك انت ولا تعني لي شيء. صح. هو الغموض المتكامل بالنسبه للناس اللي حواليه، لان هو بيحب دايما يعني ايه يبان ان هو في حته كده معززاه. هو فكره ان الحب ده ضعف او الحب ده انكسار، مع ان هو بيحب، مش ما بيحبش، بس ما مش بيدي الناس كل حاجه جواه، بيحب يحس ان هو غامض، هي دي طبيعته. تمام. طبعا الشك برضو عنده مش حلو خالص زي ما قلنا. اول 10 دول طيبين جدا ومش قوي يعني، تاني 20 فيهم لانهم منقسم لثلاث اجزاء، ده لو ضغطتي عليه اكيد اختك حاجه و20 يعني، فتبصي تلاقي بقى الكلام طلع او لا التصرفات حاجة هي كام. و17 18 10 طب حاجة ده زي كده. حلو يعني، ده ما بين ده وده، بس هي لما بتتضغط اكيد بيبقى صعب او انكم تتعاملوا. بلاش حل. الكوس ممكن يحتويه لان الكوس كويس ان هو بيسكت، بس لو انتوا طلعتوا قصاد بعض بتبقى كارثه، لازم حد يسلك. طب الكوس والجدي؟ لا الجدي جميل، الجدي حنون طيب، الجدي عايز طبطبة، عايز كلمة حلوة، دايما مش عايش على أرض الواقع، حاسس إن الدنيا كلها جميلة لأن هو بيتعامل بحب. الجدي جواه حب كبير قوي، مع إن للوهلة الأولى تحسيه مغرور، تحسيه متكبر زي الحمل، لما بتقعدي معاه بتحبي عشرته. هو حد كويس قوي. والقوس ممكن يبقى هو الجدي صحاب قوي، بس الجدي مش هيبقى حابب قوي القوس زي ما القوس حابه. طب هو توقعك لبرج القوس من جهة الصحاب، يعني ممكن السنة دي يخسر صحاب، يعني يطلع من يعني لا يخسر هو صحابه لو ولا ايه؟ لا القوس لو خسر صحاب في مليون صاحب بديل. القوس ما بيخسرش، القوس بيخسر أصدقائه كتير أعصابه، جدا، أصدقائه كتير جدا. بيخسر أعصابه وبيخسر دموعه وبيخسر حزن بينه وبين نفسه قدام الناس. هو قوي يعني، ممكن يوم الصبح صباح الخير القوة العطاء المحبة، حقيقي. ويروح واخد اللحاف ونايم أيوه. ويقعد يعيط. هو الحمل برضو على قد ما هو بيدي الناس محبة وطاقة، إلا إنه الأيام اللي فاتت كان محبط قوي، هو من شهر 2 في عدم اتزان، دنيته ما كانتش مظبطة، كان عنده شبه حالة انهيار بس غامضة، الناس بتشوفه بقى لابس ومتشقياه، ده حد كده بقى دنيته أحلى. طب توقعك لبرج السرطان النهارده؟ السرطان كان عنده أمنيات هو حققها من سنتين، لا من أكتر من 3 4 سنين، وراجع تاني عنده تحقيقات وطموحات في شغله. هو كانت حياته الخاصة، الحياة الخاصة اتظبطت معاه شوية، بس السرطان بيحاول يتأقلم على الوضع اللي هو عليه. طبعا احنا استمتعنا مع الدكتورة بشير النهاردة وعلم التاروت،
واستنونا ان شاء الله في حلقات اخرى مع الدكتوره بشاير ومع نوره زميلتي باذن الله. انتظرونا اعزائي المشاهدين مع دكتور المخرج سعيد ابو سيف بعد قليل. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وطبعا هنتكلم النهاردة معاكم في مجال السينما وبالتحديد الإخراج. طبعا كلنا عارفين إن الإخراج هو قيادة العمل السينمائي، وطبعا المخرج هو اللي بيبقى شايف الشغل كله وعارف إيه اللي المفروض يكون موجود وإيه لأ. لكن قبل ما نتكلم ونوضح أكتر هنطلع ونشوف تقرير ونرجع لكم تاني. تعلم ودرس الإخراج على يد المخرج الكبير حسام الدين مصطفى والمخرج الكبير محمد كامل القليوبي، كما تأثر في أعماله بمخرجين لهم كل الحب والتقدير، المخرج العظيم صلاح أبو سيف، المخرج العظيم عاطف الطيب، المخرج العظيم يوسف شاهين، وغيرهم في العصر الحديث مثل المخرج أحمد شفيق والمخرج شريف عرفة. ومن أهم أعمال المخرج سعيد أبو سيف المسرح. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع المخرج سعيد أبو سيف. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا حضرتك. احنا شفنا نبذه مختصره عن حضرتك، تمام؟ ممكن توضح لنا اكتر؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا استاذي ومعلمي المخرج الكبير حسام الدين مصطفى. طبعا درست الاخراج في المعهد العالي للفن للسينما، وطبعا كنت هاوي التمثيل الاول وبعدين مثلت حاجه قبل كده، يعني حاجات بسيطه في الاول كده في البدايه، وبعد كده رجعت تاني بقى ولقيت نفسي حابب ان انا اخرج اكتر، فاتجهت للاخراج ودخلت المعهد العالي للسينما، والحمد لله دلوقتي بعمل اعمال بعد طبعا ساعدت مع مخرجين كتير جدا، والحمد لله حاليا بعمل اعمال مع نفسي ومكون فريق ودنيا كبيره. هو بدايه تمثيلك كان في السينما ولا مسرح؟ الاخراج بقى. لا مش انت قلت ان انت مثلت قبل كده؟ انا مثلت، لا مثلت مسرح. مسرح. مسرح، ومثلت برضو في مسرحيات الهواة زمان قوي قبل ما اخش طبعا المعهد كمان. ايه الاعمال اللي انت قمت بيها بصفتك ان انت مخرج؟ انا عملت حاجات كتير قوي، عملت زي حوالي 23 عرض مسرحي، عملت حوالي 160 كليب، عملت حاجات كتير يعني، وغير السيت كوم والافلام اللي دخلت مهرجانات، وفي حاجات كتير جدا برضو عملتها داخل، غير اللي ساعدت فيه بقى مع مخرجين كبار مسلسلات كبيرة. عملت أفلام قصيرة؟ حوالي 4 أفلام، منهم فيلم صرخة عذاب، وفيلم طبعا في كذا فيلم طبعا دخلت بهم مهرجانات، منهم صرخة عذاب وأحمر لون الدم وليلة رعب، دول خدوا جوائز كتير جدا طبعا في مهرجانات داخل مصر وجوه بره مصر وجوه مصر. تمام. في اعمال تانية؟ في حاجات بقى، في الفيلم اللي هو اثار ضجه كبيره دلوقتي اللي هو فيلم اسمه اسرار المجزر، هنتكلم عليه ده في الاخر، بس الاول هنروح نشوف تقرير من اعمال المخرج سعيد ابو سيف. We'll be right back.
رجعنا لكم من التقرير ومع المخرج سعيد أبو سيف وهيوضح لنا أكتر التقرير ده. والله فيلم صرخة عذاب من الأفلام الشيقة اللي بحبها جدا. فيلم صرخة عذاب خد جايزة في مهرجان الإسماعيلية الدولي وخد جايزة في مهرجان الأردن برضو السينمائي الدولي. والفيلم أصلا بيحكي مشاكل أسرية اللي بيتعرض ليها كل يعني بعض الناس اللي هي تحت الفقر قوي، فبيضطر يبيع حتة من جسمه علشان خاطر يقدر يعيش بنته ويعيش. فدي كانت صرخة وكانت حاجة كبيرة ان احنا نسلط الضوء عليها، ان الناس بتتجه او الفقر بيخلي الناس تتجه للفكر ده او لحتة البيع حتة من جسمه عشان خاطر ابنه عشان خاطر بنته كده يعني. فكان الفيلم بصراحة شيق، وكان طبعا الفنان طارق راتب وكانت الفنانة شيماء فرغلي بتجسد البنوتة، وطبعا حسام رفاعي الإعلامي وناس كتير طبعا زي عهد السنان اللي كان طالع القهواجي. كان فيلم بصراحة قصته جميلة وخد الجوائز دي. أنا أول مرة كنت أشترك في مهرجان الأردن والحمد لله يعني كان فيلم أنا نفسي بعتز بيه لحد النهاردة. هو تفتكر إيه سر نجاحه؟ القصة، القصة بتوصل لقلوب الناس بسرعة، القصة واقعية حاجة حزينة بالظبط كده. القصة الواقعية، لا مش حزن قوي يعني، هو الفيلم فيه حزن جامد يعني حاجة بنعيشها في الواقع. هي بصي أي حاجة بتمس الواقع بتوصل للناس بسرعة، ودي حاجة أنا بعتمد عليها في معظم أعمالي على فكرة في الفترة اللي جاية والفترة اللي فاتت كمان. كل أعمالك هتبقى كلها مشاكل؟ مفيش حاجة؟ لا أنا بحب أتجه للمش مشاكل يعني أحزان واقعية. لا بضرب على الواقع، بضرب على الواقع أكتر، بحب أجسد الواقع وأظهره للمشاهد وأظهره للمجتمع. ما فيش حاجة كوميدية؟ في حاجة كوميدية، عامل حاجة اسمها مطرعين نصكم. لسه بجهز بقى في عمل جديد، بس خلينا في العمل الجديد دلوقتي. مطرعين نصكم؟ سيت كوم اسمه مطرعين نصكم. نشوف مطرقعين نصكم. ان شاء الله الله يستر. يا ساتر يا رب. طلع المقالب على فكره في المسلمين مش مطرقعين نصكم. ده لا ده مقالب كنا بنعملها في المطربين الشعبي وكانوا مش عارفين حاجه خالص على فكره، وهم بيخشوا البرنامج على اساس انه اسمه مطبخ شعبي. فكان كنت بجيب لهم بقى تعبان وكنت بجيب لهم بتاع بخور وكنا ندخل ناس تقعد تهجم على اللوكيشن، كان حاجه كده يعني رهيبه شويه. انت بعدت عن الانحياز اللي هو الحزن والواقع اللي انت الناس عايشاه. لا لا تغيير، انا تنوعت في حاجات كتير. ما حبيتش تمشي في اتجاه معين يعني؟ لا لا، حتى عملت برامج اجتماعيه، عملت حوالي 160 كليب كمان. تعمل كليبات متنوعه؟ عملت كليبات متنوعه كتير، منها وطني ومنها طبعا حزيني بقى. كان في وجوه جديده ولا مطربين معين؟ انا كل الوجوه الجديده بعتمد عليها في الشغل الجديد بتاعي كله. في فيلم احنا كنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه تقريبا اسمه اسرار المجزر. اتكلمنا عنه. فيلم اسرار المجزر، فيلم اسرار المجزر تاليف وتمثيل علاء الدين غانم، معالجه دراميه الاستاذ محمد البدوي. كنا طبعا الفيلم ده بيتكلم عن خطف الاطفال وبيع الاعضاء. الفترة طبعا احنا اكيد عشنا الفترة اللي فاتت، شفنا الاطفال وهي بتتخطف وكان بتتفرغ احشائها والحاجات دي كلها. هو الفيلم صعب شوية. الفيلم يعني صعب شوية انا عارف. كان بطولة الفنان ابراهيم عطية، احمد ابو سنة، والفنان اللي هو شبيه طلعت زكريا محمد عبد الواحد. الله يرحمه طلعت زكريا. في دور الحر. الله يرحمه طبعا. والفنانة التونسية ليلى المتهني جت من تونس مخصوص عشان تعمل معانا دور في الفيلم دوت. وطبعا وردة الحسيني وفيفي المصري ونشوى البرنسيسة، كل دول اشتركوا في العمل. كم كبير من الأطفال، والطفلة لوجي رمضان طبعا كانت عاملة دور كويس. أطفال كتير والفيلم لامم حاجات كتير طبعا يعني من الواقع برضو. ده بقى الواقعي صرف بنتجسده حقيقة فعلا. ده الحقيقة.
تمام. انت في جزء تاني ليه ولا؟ انا بجهز للجزء التاني، وفي برضو سيت كوم بجهز فيه برضو. سيت كوم؟ طب ممكن نشوف سيت كوم؟ ده بقى السيت كوم المترقعين بقى، نشوف جزء منه. مترقعين مترقعين نصكم او فعلا مترقعين بالظبط كده. هو طبعا فنان محمد. فكره العمل دي جات لك ازاي؟ والله بصي، هي كانت فكره مجنونه الاول، قايمه على ان احنا نبين للناس سلبيات معينه بنعيشها، فاخدتها في اطار كوميدي وعملنا بيها. يعني مره كان الضرب عن الجواز، مره مش عارف عن المطربين اللي هم اللي واجعين دماغنا وواجعين ودننا، حاجات كده ايه، فسميتهم مترقعين نصكم. كان طبعا فيها برضو نفس طبعا زي ما حضرتك شفتي شبيه طلعت زكريا الله يرحمه، محمد عبد الواحد ومحمد احمد وناس كتير طبعا في العمل ده اشتركت برضه، كان عدد واطفال وكل حاجه، وكلهم وجوه جديده. انت بتفكر تعمل عمل زي دوت كده وتنزله في رمضان؟ حاليا بجهز اهو في تجهيز بقى. لا لا لا، ده حاجه تانية خالص، اسمه ولاد وبنات دوت كوم. ده تاليف في رمضان؟ في رمضان ان شاء الله هينزل في رمضان. ده تاليف الاستاذه اسماء حجازي والاستاذ محمد مصطفى، وده فعلا اللي هيكسر الدنيا بقى، يعني هيبقى فيه نجوم معروفه برضه. طب هو ايه احتياجات دور كل شخص في العمل؟ لازم يتدرب، لازم الممثل الجديد بالذات لازم ادربه، ولازم حتى وهو بيتدرب لازم يفهم يعني ايه رياكشنات، يعني ايه ابعاد شخصيه، كل ده طبعا لازم يعرفه قبل ما يخش قدام الكاميرا. بيقول لك وجوه جديده بتبدا معاهم من الصفر، لازم يتدرب برضو الاول، ولا اللي انت بتلاقيه فيه الموهبه لو حد حابب المجال بس ما فيهوش موهبه؟ والله لازم الموهبه، لازم اهم حاجه الموهبه اساسيه، اساسي طبعا. تمام. دي اساسي. تمام. لازم لو جالك حد عايز يشترك معاك في الجزء الثاني في فيلم اسرار المجزر، ليه مواصفات خاصه على فكره. ان الفيلم بيتكلم اسرار المجزر الجزء الثاني، طبعا ما اقدرش احرق قصته قوي، بس هيتكلم عن الهجره الغير شرعيه وتجاره الرقيق. تفتكر هينجح زي الجزء الاول؟ دي بقى بتاعت ربنا. بتاعت ربنا. انت بتعلن ان انت محتاج وجوه جديده، ولا انت مكتفي بالعمل بالفريق العمل اللي معاك؟ انا بالفعل عندي النهارده كاستنج لوجوه جديده، اطفال ووجوه جديده محتاجهم النهارده، عامل كاستنج، وفي النهارده عدد كبير قوي وعدد مهول جاي ان شاء الله. بس لو حد حابب يجي برضو يشارك يقدم في العمل معاك. انا ما هي الفكره ان انا بكتشف الوجوه الجديده في الوقت الحالي، بكتشف وجوه جديده كتير، والحمد لله انا قدمت وجوه جديده، شغاله دلوقتي في افلام كبيره وشغاله في مسلسلات نزلت في رمضان اللي فات، من الوجوه اللي طلعت معانا في الاعمال السابقه. هو مين السبب الفضل في احلامك؟ المخرج الكبير طبعا الله يرحمه حسام الدين مصطفى، هو اللي علمني اصول الاخراج وعلمني ازاي اتعامل مع الكاميرا. ازاي اكتشفت موهبتك؟ يعني كنت بحب الاول ان انا عايز اعمل حاجه في التمثيل الاول، حاولت اجري في الموضوع التمثيل شويه زي الوشوش الجديده اللي طالعه دلوقتي، بس طبعا لقيت نفسي لقيت الموضوع عندي كبر شويه، يعني حسيت ان الموضوع اكبر من التمثيل. تمام. فابتديت اتجه للاخراج، عملت شويه وسايط كده لحد ما وصلت للي دخلوني معهد السينما، والحمد لله يعني مش بالوسايط برضو، لا يعني لما لقوني مجتهد وحابب الموضوع قبلوني على طول. طبعا صعب جدا دخول معهد السينما، ليه شروط كتير اكيد، فالحمد لله. طب ان شاء الله في الايام القادمه ديت باذن الله بتعلن عن اعمالك ايه، هتعمل ايه؟ زي ما قلت لحضرتك دلوقتي عندي فيلم اسمه البص، ده تاليف الاستاذ محمد عبد الرحمن عطس، واسرار المجزر الجزء الثاني ده تاليف الاستاذ احمد خليل، والسيت كوم الكوميدي ده اللي هيبقى مفاجاه طبعا اللي هو ولاد وبنات دوت كوم.
ده بقى مش عايز احرق قصته، بس يعني ايه، خليها مفاجاه للناس كلها. هيبقى فيه بعض النجوم، ده تاليف الاستاذه اسماء حجازي والاستاذ محمد مصطفى، وده فعلا اللي هيكسر الدنيا ان شاء الله. في كل وفي مفاجات كتير قوي، ده اللي احنا بنعمله الكاستنج النهارده، ومحتاج طبعا كم كبير من الاطفال. اكيد لو حد عايز جديده صح، اه لو حد عايز يعمل فيديو كليب موهبه، حد عايز يعمل عمل صغير، فيديو صغير، اي حاجه، اكيد حضرتك بتساعده في الحاجات دي. لا لا دي انا عامل حوالي، ما انا قلت لحضرتك انا عامل حوالي 160 كليب بيتذاع. احنا بنوضح بناكد بس للمشاهدين. تمام. لا عامل كليبات، واللي عايز يعمل برضو انا موجود. ما لا ما بمنعش، عامل الفيلم بتاع سر المجزر طالع منه بتاع حوالي 5 كليبات. ابتدى على الموهبه، صوتها حلو قريب. في طبعا الاستاذه لقاء، دي موهبة في الطريق ليا، هي ان شاء الله دي بنحضر لها اغنية درامية واغنية تانية، وهنصورها لها برضو كليبات، وهتنزل بها قريب باذن الله. ان شاء الله نستضيفها في البرنامج ان شاء الله، ده هي اساسي معكم باذن الله. كنا معكم مع المخرج سعيد ابو سيف ونورا السيد. نلقاكم يوم الاربعاء القادم ان شاء الله.